وياكم دكتورة عائشة القادري، طبيب علاج إشعاعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان. اليوم نتكلم عن 3 اعتقادات خاطئة فيما يتعلق في سرطان الثدي. الاعتقاد الأول إن الديودرنت أو مزيل العرق استخدامه ممكن يسبب سرطان الثدي. ماكو أي دليل علمي يثبت هالشيء. تقدرون تستخدمون الديودرنت على ضمانتي. الاعتقاد الثاني إن إجراء أخذ خزعة أو عينة من الثدي أو من أي ورم مشتبه فيه بيسبب انتشار الهالورم وزيادة في مرحلته. اعتقاد خاطئ، بالعكس العينة شيء نحتاجه عشان نقرر قرار العلاج الصحيح. الاعتقاد الثالث إن أكل السكريات مضر، بحيث إن السكريات كلها تتجه للورم وتعزز بانتشاره ونموه. الاعتقاد خاطئ، تقدرون تتبعون نظام غذائي صحي، تقدرون تاكلون سكريات بدون ما تخافون ان السكريات بس مجرد تتجه للورم. بالعكس احنا نحتاجكم صحتكم عشان تحملون العلاج الاورام السرطانيه. نصيحه، الفحص المبكر لسرطان الثدي وايد مهم. ليش؟ لانه يساعدنا باكتشاف الورم بمرحله مبكره، واذا اكتشفناه مرحله مبكره نقدر نعالجه علاج تام. يعني نتكلم عن إنهاء السرطان إن شاء الله بالجسم، وبس تحتاج مراجعة دورية طبعاً. عشان كذي لازم نسوي فحص مبكر. شلون نسوي الفحص المبكر؟ عن طريق الماموغرام كل سنتين مرة للنساء 50 سنة فما فوق، طبعاً في استثناءات لهالمرحلة العمرية. الفحص عبارة عن ماموغرام، وهو نفس فكرة السونار بطريقة معينة، ما يتم أخذ عينة أو ما يتم إدخال أي إبرة إلا إذا كان في اشتباه أو كنا بس نبي ننفي احتمالية وجود السرطان. الفحص سهل إن شاء الله وما تشوف إشارة.